السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا بنتكلم عن نبات جميل في برنامجنا الجميل المفيد جدا، اسمه زهرة البستان. زهرة البستان احنا بنتكلم على بعض الزهور فيه، والزهور العطرية او الزهور الطبية او زهور النباتات كتيرة جدا ملهاش عد ولا حصر من الاعداد، فكل زهرة ليها جمالها وليها شياكتها وليها الاماكن المستغل فيه كنبات مزهر. النهاردة احنا معانا نبات العطر. العطر مش بالطه زي ما الناس بتكتبه او بتقوله، العطر بالته، عطر يعني هي حاجة عطرية طبية عطرية، بيستخدم ليه استخدامات كتير، بيدخل في صناعة العطور، بيدخل في لو انا جففته كورقة، ورقته شبه الخبيزة، اكسره زي ما احنا شايفين المفروض ان هو بيكسر بالعقلة الطرفية. انا ممكن اخد عقلة كده وابدأ ازرعها تطلع لي النبات تاني. الورقة بتاعته شبه ورقة الخبيزة، المفروض ان انا لو مسكت الورقة وعملت كده وشميته عطر، ريحته عطر ليموني شوية، ريحته قريبة من الليمون. بيطلع زهرة لونها موف صغيرة كده، شكله جميل جدا كشكل جمالي، لازم يبقى موجود عندي كمادة عطر، كنبات عطر يبقى موجود في الجنينة بتاعتي. النبات ده ممكن اخد منه استخلص منه زيت عطري اللي هو زيت العطر اللي بنقول له العطره، العطره يا ولد هو ده. نقدر كمان نشوف النبات ده في تفريعه كتير زي ما احنا شايفين، مطلع ورق كتير جدا، الورق ده بيكبر بيبقى زي الحجم ده واكبر. عشان اخد منه مجموعه او تفريع كتير بحطه في قصيص اكبر علشان التفريع يزيد، ممكن اقصص منه واحط في الفازات مع خلفيه او باك جراوند مع ايه؟ مع صحبه الزهور اللي انا بحطها. يبقى النبات جميل قيمته الطبيه والزراعيه قيمه ليه قيمه عاليه كزيت عطري. طبعا احنا بنستفيد منه في نقدر نحطه نشمه كعطر، زيت عطري بيدخل في بعض البرفانات، بيدخل في صناعة الصابون بنقول ايه ده صابون عطري، ده ليه ريحة عطرية، بيدخل كمان في التجفيف. ده انا ممكن اجفف الورقة واسحقها تبقى مجففة واقدر احطه في باكت يدخل في صناعة او يدخل في بعض المخبوزات او بعض المأكولات، بنقول ده ريحته بالعطر، العطر هو ده العطر الجميل بتاعنا. وإن شاء الله معانا في حلقات أخرى في برنامجنا الجميل زهرة البستان.